تدخل هيئة العمل الاستثمار من يوم حل مجلس الأمة تقريبا تاريخ 20 مايو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. طبعا هذه عادة تتكرر، كل ما يحل مجلس الأمة الكويتي تتدخل الهيئة لبث أجواء التفاعل في البورصة لأسباب سياسية ما هو مجالنا نبحث فيها. لكن مع اقتراب الانتخابات مثل ما تفضلتي الـ29 زخم التدخل انخفض وربما ينعدم في يوم الانتخابات، ففي أجواء للتوتر ما بين يعني المجلس القادم. يعني هل هذا هو سبب الانخفاض الحاصل حاليا في البورصة؟ نعم طبعا هذا سبب سياسي يعني، لكن هناك أسباب اقتصادية، منها يعني جني الأرباح اللي حققها بعض المستثمرين من نهاية مايو الماضي حتى الآن. طيب هل للمونديال أي تأثير في البورصة؟ لا طبعا، أول شيء أن المباريات حسب علمنا لو حنا ما احنا من المتابعين لها، لكن هي مساء بتوقيت الكويت والبورصة صباحا، فما أعتقد لها أي علاقة بتاتا. لم يسافر أحد إلى ألمانيا إذن. طيب ما هي توقعاتك للنصف الأول مقارنة بالعام الماضي؟ طبعا نتوقع النصف الأول سنة 2006 منخفض أداء بالمقارنة مع النصف الأول 2005، وطبعا هذا واضح من الإعلانات الرسمية للربع الأول اللي هي بانخفاض 30% عن الربع الأول العام الماضي، وبالتالي أيضا الربع الأول الثاني لعام 2006 أقل من الربع الثاني 2005. نعم. فبالتالي نتوقع أن يكون هناك انخفاض ما بين 15 إلى 20% في النتائج بشكل عام. نعم سيد ناصر، الوقت يداهمنا، ولكن أود أن أسألك عن أصداء إعلان وزير المالية بدر الحميضي عن توجه الدولة للاستثمار في البورصة الماليزية. طبعا هذا توجه لا شك أن يستحق التشجيع، ولأن الأسواق في شرق آسيا أسواق واعدة، وأيضا من الأسواق الإسلامية اللي نعتقد من الأولى الاستثمار فيها عند الأسواق الغربية. نعم ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.